الجودة في مصنع بورلاند، أضخم مصانع مصر في إنتاج منتجات الألبان. قابلناه في اجتماع منتجي الألبان، وليه مطالب محددة من مزارع الألبان للموافقة على دخول إنتاجها من اللبن في المصانع، وده حقه. باشمهندس أحمد حسين، أنت من تصنع الخام اللي بينتجه أكثر من 200 مزرعة موجودة النهاردة في اجتماع الإنبا، الجمعية المصرية لمنتجي الألبان. وجودك النهاردة مهم جدا، أكيد ليك مطالب لازم يلتزموا بيها في إنتاج الألبان. أهميتك النهاردة إن أنت بتواجههم، إحنا عايزين كرجال الصناعة 1 2 3. عايز أسمع من حضرتك النهاردة محتاجين إيه كأهل الصناعة من أهل إنتاج الألبان. أولا أنا بشكر حضرتك، وإحنا عايزين نقول إحنا شركاء نجاح والداعمين لمزارع إنتاج الألبان في مصر. إحنا هم بينتجوا اللبن نظيف، لبن مواصفات جيدة، ولكن في بعض الأمور دلوقتي اللي هي استحدثت هيئة سلامة الغذاء، هي مطالبة إن إحنا ناخد الخامة من المصدر بتاعها، وبالتالي لابد من الاعتماد لهذه المزارع بطريقة قانونية وبطريقة واضحة. إحنا عارفين إن دي مزارع بتنتج منتج سليم وجيد وآمن، ولكن لابد إن هو يكون معتمد من خلال، وأنا بقول إن إحنا ممكن فرصة هنا جمعية منتج الألبان الإنبا ممكن تشكل لجنة مع عضو من وزارة الزراعة، مع عضو من هيئة سلامة الغذاء، يبتدوا يجمعوا الداتا ويدخلوا على المزارع ويبتدوا يعتمدوها، بحيث يبقى أنا أقدر أجيب من المزارع اللي هي موجودة في الليستة، اللي أنا أقدر أقول دي مزارع معتمدة 100%، سواء معتمدة من ناحية المواصفات أو معتمدة من ناحية هيئة سلامة الغذاء. أسألك سؤال قولا واحدا، سبب مشاكلنا في التصدير إلى المملكة العربية السعودية. معروف أن منتجات الألبان تم إيقافها إلى أسواق المملكة العربية السعودية، هو عدم القدرة على تتبع ألبان المزارع؟ هو بصراحة مش هو ده السبب الوحيد علشان ما نظلمش المزارع، ولكن المملكة العربية السعودية الموضوع في طريقه للحل خلاص، وإدوا مهلة 6 شهور للتوافق وتوفيق الأوضاع، وكل الشركات اللي هي اعتمدت في هيئة سلامة الغذاء أعتقد أن هي ريدي جاهزة أن هي تستقبل أي مبعوث من المملكة العربية السعودية للتفتيش، وما عندناش أي مشكلة، لأن إحنا ساعة ما حد هيكلمنا على اللبن الخاص بينا هنقدر نقول له إحنا بنعمل أوديت على المزارع، ودي المرحلة اللي إحنا بنقوم بها في الوقت الحالي، أن إحنا اللي بنفتش على المزرعة وبنقول أن المزرعة دي تقدر أن هي تبعت لنا لبن، وإحنا اللي بنبقى يعني متحكمين في كده وبنقدر أن إحنا نشيل المسؤولية في كده. ولكن الموضوع لما يبقى على مستوى الدولة يكون أفضل، وما يرفع الحرج عن الشركات اللي هي بتعمل أوديت على المزارع. باشمهندس أحمد حسين، كنت في لقائي مع المهندس محمد حامد شريف رئيس مجلس إدارة عبور لاند، كان قال لي إن إحنا حاليا بصدد إنشاء مزرعة كبرى لإنتاج الألبان. وصلنا لفين وهنبدأ إمتى هذا الصرح العملاق؟ هو الحمد لله الأرض جاهزة، ودلوقتي شغالين الإنشاءات كلها جاهزة، والتعاقد على المحلب الآلي خلاص تم الحمد لله، وإن شاء الله قدوم الأبقار إن شاء الله هيكون قريب إن شاء الله في نهاية السنة دي إن شاء الله. وده يعني تارجت أو هدف للشركة، لأن إحنا علشان يبقى إحنا عندنا منتجات أكتر ومنتجات بحجم كبير لازم يبقى الروماتيريالز يعني عندك متوفرة ولو حتى ب20-30%، وده اللي احنا بنحاول نحققه، بحيث ان احنا مش ما يكونش الاعتماد على المزارع الاخرى. طبعا احنا حتى لو احنا انتجنا 50 طن يومي برضك هنحتاج لبن، بس يبقى انت عندك ضامن على الاقل خالص ال50 طن اليومي هيجولك وتقدر تشتغل.